بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد أثرنا سؤالاً في اللقاء السابق، هذا السؤال يتمحور حول الفكرة التالية: لماذا هذا النوع من الاختلاف في بعض الوظائف بين الرجل والمرأة؟ والجواب باختصار: لأن الرجل والمرأة صحيح أنهما يشتركان في الكثير من الميزات، فهما يشتركان في الإنسانية وفي القابلية للكمال وفي تأدية الوظائف الإلهية وفي الاشتراك في الهموم الرسالية، لكن الطبيعة الأنثوية والطبيعة الذكورية بينهما تفاوت. لأجل هذا التفاوت راعى المشرع الإسلامي فيما يبدو هذه الخصائص التي يتميز بها الرجل غالباً والمرأة غالباً، فصمم هذا القانون الكلي فقال: الرجل بسبب طبيعته الذكورية غالباً سوف أجعله قيوماً في الأسرة، والقيومية بمعنى أنه المسؤول عن النفقة، هو المسؤول عن الإدارة العامة، وهذا لا يوجد فيه تنقيص بحق المرأة أبداً. انظروا، لو أنك أو أنك كنتما موظفان تحت ظل رئيس، هل كونك مرؤوس يعتبر ذلك استصغاراً لقدرك؟ أو أن نتعامل معك بشراً من الدرجة الثانية؟ ليس الأمر كذلك. حينما نأخذ المسألة على أنها تنوع في الأدوار حسب ما هو مقتضى الطبيعة الذكورية والأنثوية، سوف نأخذ المسألة بشكل طبيعي. حتى في عالم إدارة الأعمال، سوف نجد أن المرأة يليق بها هذه المهارة أكثر من هذه المهارة، وأن الرجل يليق به هذه الاتجاهات الإدارية أو الوظيفية أكثر من هذه الاتجاهات، وكل مدير في كل قسم من الإدارات سوف يشعر الفارق بين أداء الرجل وأداء المرأة. هذا الشعور بالفارق سوف يجعله يوزع المهام. هذا ليس خطأً، هذا التنوع ليس استنقاصاً، لكن هذا التنوع يعتبر تأميناً لنوع النظام الاجتماعي. نعم، هناك فوارق بين هذا البعد الروحي والنفسي لهذه المرأة وتلك، لكن الشريعة في العادة تركز على النظام الغالبي والطبائع المشتركة غالباً بين النساء. لذلك إذا وجدتم تنوع في الغالب يرجع إلى هذا النوع من الاختلاف الفيسيولوجي أو الاختلاف النفسي أو ما شابه ذلك. ولا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي يستطيع أن يعرف بالضبط ما الذي يناسب هذا وما الذي يناسب ذاك. حينما نجد أنفسنا مربوبين لرب حكيم رؤوف، فإننا نعتقد بأنه وزع المهام بشكل متناسب، ولا يوجد في ذلك انتقاص لهذه الفتاة أو لهذا الولد. هذا هو الجواب المشهور بين علمائنا، وهو جواب جميل وواضح.